سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال ان شاء الله. المهم في هذا الفيديو حنا مشينا صورنا واحد البلاصه كيف ما مكتوب في العنوان. المهم مشينا لكاف المؤمن اللي معروف في مدينه صفروخه، حنا ما كناش كنعرفوه ولكن غير سمعناه قلنا علاش اللي ما نمشيوش نشوفوه ونصوروه. ما كنصحش اي واحد يمشي له الا ما كنتيش كتعرف شي ناس اللي كيسكنوا تما وعارفين داك المنطقه وعارفين الناس اللي كاينين تما، ما كنصحكمش تمشيو بوحدكم. المهم حنا مشاو معنا شي ناس من العائله ومشينا دخلنا صورنا داكشي، وبغيت ندير لكم هذا الفيديو فقط حيت شفت بزاف د الحوايج اللي اثروا فيا واللي ضروني في خاطري، هو اننا حنا لحد الان وباقي الناس كيامنوا بالشواذ، باقي كيامنوا بشي حوايج اللي ما كايناش. مثلا بحال الحاجه اللي قلت لكم ان البنت كتمشي لتما باش انها تدوش باش تزوج، غير بغيت نفهم فين راه اللوجيك في هذا الشيء. الا كانت شي حاجه مقدره لكم كتبها لكم عند الله راه مكتبه، يعني واش الناس كيتيقوا بلي داك الماء موسخ وداك البلاصه اللي كلها موسخه؟ ما فهمتش، ما دخلتليش انا لراسي. المهم خلينا من هذا الشيء. اللي بغيت نقول لكم هو ان يعني بنادم اللي كيخاف حتى اللي ما كيتعاطاش لهذا الشيء وكيخاف من هذا الشيء ما خاصكش تخاف، فقط الا حسنتي راسك راه هذا الشيء ما كاينش، راه في القران ايه كاين السحر، ولكن راه كيقولنا الله سبحانه وتعالى لا يفلح الساحر مهما اتى. الخوف الوحيد اللي خاصو يكون عندنا في هاد الدنيا هو من الله سبحانه وتعالى، وداك الناس واخا يوم يديروا يعيا ويطيروا وينزلوا ما غيوصلوش لشي حاجه ما كانتش مكتبه لك. المهم هاد الموضوع اللي جينا نهضروا فيه ما غاديش نساليو، انا غير بغيت نعاود لكم واحد الطريفه من الطرائف اللي وقعت لنا فاش مشينا نصوروا. يعني يكون كان شي واحد اللي كيامن من هادشي كان غيخاف ويدير ستوب وما يكملش تصوير الفيديو. حنا فاش مشينا صورنا المره الاولى سجلنا حتى سالينا ومشينا للدار، كانت من حسن الحظ نتاع داك الناس قريبه لداك صور، مشينا للدار كيف ما قلت لكم قريبه وشفنا لي فيديو لقينا حتى شي حاجه ما تسجلات. هو يقولنا واحد من عائلتنا قالنا بلي راه ديجا سبق له جاي مع شي ناس لداك الكهف ولكن صوروا ما تصورت حتى شي حاجه. قالنا كنت بغيت نقول لكم ولكن بغيت نخليكم يعني نشوفوا نجربوا هاد المره. قلت له انا لا ما يمكنش التليفون كيصور، قال لك لا بلي التليفون غير كيدخل تما كيحبسوه باش ما يصورش. ما دخلتليش انا لراسي، قلت لهم غادي نمشيو نصوروا بالتليفون واحد اخر. مشينا صورنا بالتليفون، شنو وقع؟ التليفون ديالو كان عامر، درنا كارت ميموار ديال فاطمه الزهراء والمشكل كان اصلا في كارت ميموار. يعني صورنا المره الثانيه وما تصورت حتى شي حاجه بالتليفون واحد اخر. قالوا او ما يمكنش. قلت لهم لا غادي نشوفوا. ملي بقينا كنشوفوا لقينا بلي المشكل في كارت ميموار، رجعنا صورنا المره الثالثه وتصور كلشي كيف ما كتشوفوا. يعني كون كان شي حد كون راه خاف ودار ستوب. المهم نخليكم مع الفيديو حتى الاخر. هانتوما هاك القطيطات، و داك القطه العورة كنصور لها قبيله بحال دايرين شي حاجه، و دخلا كاين واحد الحمار غير رجليه كيدوب داكشي التعويضه ما كاين فراء الدجاج و دم الموز. حنا غنحاولو نصورو داكشي في شكل. هذا هو الحمار اللي مقطعالو رجليه. هادي تا اشواق غير في ما غتكون المهم. هذا هو الفيديو اللي خبرت تسجل ياك فاش كنا طالعين. صافي باش بلا ما نبقى كنعاود في الهضره. Thank you.
صوري هنا ني دابا باش يجي الفيديو زوين ما كاينش قوت. شوفي الهضره هذا الزيتون لا كان هذا راه كان شي حد دابا قبيله في المره الاولى واش كان خليها هادي واحد الكرده في هاد البلاصه قال فين كيدوشوا مثلا البنت قالت لي ما تزوجاتش ولا اللي ما كتزوجش اللي كتبغي تزوج قبل الوقت وكتجي لي انا كيحسبت لها بلي الا دوشات هنا راه غادي تزوج فهمتي هادشي غير شعبه وتخربيق منه حتى شي حاجه المهم هنايا جوج غيران قالك هذا غيران ولا كهوف ولا هذا ديال المسلمين اللي من المسلمين وكاين اليسر ديال اليهود وهذا كيتسمى المحكمه ديال الجنون عندك نضيح فاش كتكون قالك القضايا المعقده المهم حتى اللي كيقولوا بلي ملي كتكون شي قضيه معقده عند الجنون كيجيو باش يحلوها هنا صفروا صعيب عندنا المحكمه الجنون صفروا احنا ما في خبرناش المهم هذا هنا يد والله احنا في حكمنا درسنا الموس المهم هو هادشي كاين هنا ولكن بكثرت ما شفناه المره الاولى والمره الثانيه والمره الثالثه ولكن كيجينا عادي بسم الله خلفنا ثلاثه د الخطرات صافي اجي نسبق باش ندوز دوزي هاد البلاصه هادي قالك ملي كيكونوا فيها الفقهاء وداك المشعوذين كيجيو لهنايا ما عرفتوش كيبازو ولا باش كيبغيو يقدروا شي حاجه ولا ما عرفتوش يحكى انه هنايا الدم وشحال خنز هذا تعطي من واحد الريحه وريحه البخور وهذا الشيء شنو هذا الشيء وفين كيكتبوا السميات وكلشي وشنو هذا الشيء اللي هنا هذا ايوا هذيك شنو سميتو غير تبر هادو شي سميات هنا راهم مكتوبين وهنا بلي كيجيو كيقلبوا على حساب العنب العش ديال دريم ليل العش ديال الخفاش كيحتاجوه هو هذا العش ديال كيكون غير بالليل هو كيبان بالليل ها معاه ثاني هنا واحد السميات فين انا السميات على الصعبه بدي افق مما بنات الريحه هنا كيلوحو حوايجو هنا كيسالي وكيلوحو حوايجو غير كيدوشو دابا هذا ديال المسلمين نمشيو نشوفو ديال اليهود اللي هو اللي غيكون فيه الدجاج هذا هذا فروج راه تحلل وهاد الماء هنايا كيقطر ملي كيقطر من الصخر هذا كيدوشو به هادشي اللي قالوا الله اعلم سبعة ديال البيع كيكونوا كلكم بيتي هذا وين هذا موس والشمع هذا باش كيدوب حدا الفرج ولا شي نوريكم واحد بلا واحد البلاصه عامه ولا الفرج مدروح هنايا لا ماشي هنا لا ماشي هنا مازال داخل ما فهمتش كنت فطر كنشوف حاجه ما كتبانيش في اللون هذا فروج مذبوح البخور وتحت منه شي حاجه كحله ورا هذاك اللي تحت هو البخور داك ولا الفوق ما عرفتش شنو داكشي اللي الفوق الله يعلم شنو هذا الشيء باش يقرا القران سير
واحد لاباري شفتها قبيله هذه. هذه كيتسلفا واقيلا بها كيخليو الذكرى. اش تفكرت شنو كاين؟ صحه كاينه خارج من البوحيز ما عرفتش كيبان العمق. راه غارق الظلام وهاد اللعبه هذه اللي ما عرفنا شنو هي. هادشي اللي حمر هادشي راه باقي جديد. خرجنا ورجعنا ولقينا داير بحال الشمع ولكن هو احمر. شنو خلعتيني مش كيس تو قرايش هادي قطعوا من الفيديو. خاص نخرج برك. هادشي اللي كاين صافي وصلنا لحد صافي هذا هو الحد. المهم هذا هو الكاف ديال اللي هو اللي فيه ما يتشاف. لقينا واحد البنت اللي غادي تعاود لنا على شنو كيوقع هنايا وداكشي. حنا نوريوها لكم. داك البنت ما بغاتش تبان ولكن انا غادي نعاود لكم. المهم ها هي غادي تعاود لنا. مشيت نطي هنايا قال كان جا واحد تونسي. عافاك زيدي في مان لا غير زيدي في الصوت. ايه ويلي لا بنتي. المهم راه واحد البنت اللي ساكنه هنايا قريبه من هاد البلاصه عاودت لنا شنو زعما كيوقع هنايا. حنا كنا داخل بزاف ديال الطرائف عاودت الصديقه ديالنا اللي غادي تعاود لنا هي دابا. ونيت البنت ما بغاتش تبان، ما بغاتش تذكر الاسم ديالها، ما بغات حتى شي حاجه. داك الشيء علاش غادي تعاود لنا البنت اللي كانت معاها برا غادي تعاود لنا شنو عاودت لها. ذكرتيني واخا صاحبتك صاحبتي شيماء خالتي شيماء صاحبتي بنت خالتها الاخر. المهم قال كان جا واحد تونسي قال كانت عنده واحد الخريطه فيها هذا الحجر. هادو شتي فاطمه زهره هاد الحجر هادو قال نفس ملي دخل هكا مرسومه هكا عنده. قال لك الحجر الدروج كيف ما كاينين هكا هاد جوج حجرات اللي هنايا قال لك تحت منهم فهاد البلاصه كاين الكنز كاين الصندوق. قال لك بغا باش يجبدو خسر الفلوس نيت صحيحه مخصصه خسر الفلوس بزاف باش يهز باش يجبد داكشي ولكن ما توفقش يجبدو. علاش ما نجربوش حنا نجبدو؟ تعجبو شنو هذا تونسي. لا تونسي جا عنده الخريطه. الفنانة واحد الفنانة لحقاش انا كنت نقول شي ديال الشهاده. المهم حنا ما شفناش بعينينا هما اللي قالوا لنا. جات بواحد كات كات فيمي دخلت طلعت لهنا. المهم شافوها دايره سلهام ومضرقه راسها باش ما تبانش. بقات ساعتين ولي كارت قلت تبارك الله ما شاء الله واقفين برا. ومهم بقات ساعتين يعني الله اعلم شنو كانت كدير لداخل. ومن بعد خرجات. حنا جينا هنا فقط باش نستكشفوا هاد المنطقه وباش هاد البلاصه هادي ما كناش عارفين حنا ما عارفينش حنا صفروا ما عارفينش بلي هادشي وما عمري ما عرفت بلي كاين هاد الكاف ولا حتى شي حاجه. حتى جات بنت خالتي وحده من عائلتهم وراتها لها وقلت لها علاش ملا ما نمشيوش نشوفو. وني جاو معنا ولاد من عائلتهم باش وراو لنا المنطقه. لحقاش حنا غادي نخافو. المهم اول مره خطيره. والصراحه انا بغيت نوجه في الخرجه ديال المدينه واحد الميساج للناس اللي كيثيقوا في الشعوذه واللي كيديروا هادشي باللي هادشي ما غادي يفيدهم حتى شي حاجه من غير انهم غيضرهم. كاينه حاجه وحده اللي كتقضي لك الحوائج اللي هي الله سبحانه وتعالى. يعني هو اللي كيقضي كلشي. ما كاينش لا انا ما غاديش ما سهليش الله في الزواج حقا غادي نمشي ندوش ونتخربق وندير الشمع وندير كذا وكذا. نقدر نقولوا ان كاع المفعول كي حيتو ما كيخدموش الشياطين. نقولوا ان المفعول غادي يبان وغادي يبان لهم بان ما عمر الله غادي يسخر في داك الزواج وغادي يرجع لهم داكشي بالضرر من بعد. الجن والشياطين شنو هي المهنه ديالهم في شنو سميتو اصلا شنو هي المهمه ديالهم في الحياه؟ هي انهم يفرقوا ما بين البشريه. دونك الى جاو لهنا الى جي فرقوا بين جوج ولا جوج حتى هما غادي يفرقوا ما بيناتكم. المهم غادي نخرجوا نكملوا الحكايه ونكملوا الفيديو ديالنا على برا. بزاف هادشي بزاف راكم عارفين العالم ديال الشعبه ما كيسالش. كان واحد الماء بحال داك الماء اللي واحد الماء كاين واحد الماء تما كينقط من هنا يقيكو كانوا كيجمعوه كيديوه ما عرفتش شنو كانوا كيديروا به. والماء كيدوا شفتوا فيه وكان زعما هاد الماء راه منه فيه شي بركه ولا شي حاجه وما فيه حتى شي حاجه غير الماء. حيت قال كيقطر من الجبل. وكيف ما كتشوفوا راني ما نسيت ما صورت لكمش واحد الحاجه من عاد شفتها ماشي باي ما عرفتش واش غادي تبان لكم ولا لا. المهم شي حاجه معلقه هنايا وفيها واحد الكريط. المهم لا حول ولا قوه الا بالله. الله يهدي هاد الناس كاملين و
وهذا الشيء اللي راه. المهم البنات وصلنا لنهايه الفيديو، حنا دابا هابطين بحالنا من بعد ما صورنا الفيديو الاول والفيديو الثاني والفيديو الثالث حتى ما قال كمل هذا الفيديو. صراحه تسخسخنا عينا بزاف. المهم حاولنا غير نقربوكم وتشوفوا شويه داك الشيء كي داير معنا، تكشفوه معنا. يعني هذه الصراحه كانت مغامره غمرنا فيها، ولكن عجبنا داك الشيء. المهم استكشفنا عرفنا شنو كاين في البلاد ديالنا، شنو كيدور. ديما كنسمعوا على هذا الشيء، كنسمعوا ولكن عمرنا ما شفناها عن قريب. المهم خليكم افاجيزات تكمل لكم. المهم البنات تسناو الجزء الثاني اللي غادي نمشيو فيه لواحد البلاصه، البلاصه صراحه عارفينها، هي واحد الطريح اللي كاين في مدينه الزرو، ما بقى الكاميو فوقاش يدوز. واحد الطريح اللي كاين في مدينه الزرو هو صراحه حدا واحد الجرده اللي زوينه، واحد القشله والمنظر ديالو زوين. كنا كنمشيو له ولكن ما كندخلوش يعني ليه لداخل باش نشوفو، ولكن هذه المره غنحاولوا ندخلو ونصور لكم شنو داكشي وشنو التقاليد اللي كيديروا كيف ما درنا دابا. نتمنى تشوفوا الفيديو، ديروا لايك لاشين ديالي ولاشين ديال القناه ديال صاحبتي. انا غنخلي لكم المهم البنات غنخلي لكم لاشين ديالها في صندوق الوصف، دخلوا عندها باش تفرجوا الفيديو وتشوفوا لي فيديو ديالها. وشكرا على الدعم ديالكم، على التشجيع ديالكم، على لي كومونتير ديالكم، وكنتمنى يعجبكم هذا الفيديو وتكونوا استمتعتوا معنا. وحتى انا دابا نخلي لكم صندوق الوصف القناه ديال اشواق، دخلوا دعموها وغيعجبكم داكشي اللي كدير، صراحه زوين بزاف. وانا من شكرا شكرا يعني من المعجبين ديالها. شكرا لك. المهم شنو كنت باغا نقول نسيت كاع، شنو كنت بغيت نقول يا ربي يوقفني. بالنسبه للساكنه ديال صفرو، الى عندكم شي معلومه على هاد كف المؤمن اللي مشينا له من غير هاد المعلومات اللي قلنا واللي قالوا شي معلومه من غير هادشي اللي حنا عارفين، خليو ما تنساوش تخليو لنا في لي كومونتير. وباي باي، نشوفكم في فيديو اخر. وخليونا حتى الا عارفين شي بلاصه واحده اخرى اللي حنا ما عارفينهاش، حيت هاد الكف المؤمن حنا ما كناش عارفينه، قولوها لنا نمشيو نكتشفوه ونخليكم حتى نتوما تكتشفوه معنا. المهم خليتكم على خير، نتمنى تشوفوا الفيديو ديالنا وتشجعونا.